التعويض الناتج عن الصرف التعسفي هو التعويض اللي بيستحق للأجير نتيجة صرفه من العمل لسبب غير محق. هلأ كيف بينحسب تعويض الصرف التعسفي؟ أول شيء بيطلع له بدل أشهر الإنذار حسب سنين الخدمة. شهر واحد إذا اشتغل بالمؤسسة ذاتها من 3 شهور ل 3 سنين، شهرين إذا اشتغل من 3 ل 6 سنين، 3 شهور إذا اشتغل من 6 ل 12 سنة، وأربعة شهور إذا اشتغل أكثر من 12 سنة. تاني شيء بيطلع له إياه هو تعويض صرف بيتراوح بين الشهرين و 12 شهر حسب العمر والوضع العائلي إلى ما هنالك. تالت شغلة بيطلع له إياها هو بدل العطل السنوية المتبقيت له من آخر سنتين. ورابع شيء بيطلع له حيلا تعويض أو راتب مستحق وغير مدفوع. الموظف عنده شهر واحد لإقامة دعوى الصرف التعسفي قدام مجلس العمل التحكيمي، بس انتبهوا من خطأ شائع واللي هو أنه يتقدم الموظف بشكوى قدام وزارة العمل وينسى المجلس العمل التحكيمي، لأنه الشكوى قدام وزارة العمل ما بتلغي وجوب تقديمه الدعوة قدام مجلس العمل التحكيمي خلال فترة الشهر. ليش؟ لأنه وزارة العمل ما عندها سلطة على الشركات، يعني أكتر شيء فيها تعمله هو أنه تقرب وجهات النظر بين رب العمل والأجير، بس ما فيها تفرض شيء على الشركة.